إذا رحنا للتقسيم اللي احنا مع زمايلي الحقيقة هنشتغل عليه الفترة اللي جاية وبدأنا بالفعل، بنتكلم على قسمنا رحلة حياة الإنسان إلى مراحل وإلى رحلة مرتبطة بمراحل عمرية مختلفة. إذا اتكلمنا على قبل ولادة الإنسان المصري اللي احنا بنسميها فترة ماينس ون إلى صفر، هي مسألة الاهتمام بالأم والجنين قبل الولادة وعن طريق تقديم المشورة الأسرية وفحص المقبلين على الزواج وأيضاً الرعاية الصحية والنفسية للأم فترة الحمل وقبل الولادة، ثم عند الولادة والاهتمام بالطفل في مرحلة دقيقة جداً من عمر الطفل، وهي المرحلة من سن 1 يوم إلى سن 6 سنوات، عن طريق تنمية مهارات وتشجيع الإبداع والثقافة، وأيضاً والأهم هو التوسع في وسائل رياض الأطفال والحضانات، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم، وأيضاً مع وزارة الثقافة وكل الوزارات المعنية بمرحلة الطفولة المبكرة.